الراية كان مكتوب عليها يسوع الناصري ملك اليهود. يسوع تعني يخلص، الناصري لأنه جاء من الناصرة مكان تواضع المسيح، ملك فهو ابن داود وتتميم للنبوات إلى خاصته جاء، أما خاصته فلم تقبله. فالملك أو المسيح هو كان رجاء كل يهودي، ملك اليهود طبعا هو إلى الخاصة، لكن للأسف رفضوا، البعض رفضوا عند الصليب. وكتب بثلاث لغات، العبرانية واليونانية والرومانية. العبرانية كانت لغة الدين، واليونانية كانت لغة العلم ولغة الثقافة. ففي المسيح فيه مدخر جميع كنوز العلم والمعرفة. الرومانية لغة السياسة طبعا والتشريع والقوانين. أليس عجبا أنه في هذه طبعا تمثيل لكل ممالك العالم، يوما ما ستسلك كل ركبة ويعترف كل لسان أن يسوع هو رب لمجد الله الآب، وأن ممالك العالم صارت للرب ومسيحه، كما يقول الرسول يوحنا في رؤيا 19 آية 12: وعلى رأسه تيجان كثيرة.